سننتقل الآن إلى عصام. عصام، أهلا بك من جديد. أنت حاليا في الحوز، وهذه المنطقة من بين المناطق الأكثر تضررا من الزلزال. حدثنا، أين وصلت جهود الإعمار بعد عام؟ أهلا لينا، أتواجد بمنطقة الحوز وقمت بزيارة أمس إلى جماعة أوريكا، هذه الجماعة التي كانت من بين الجماعات الأكثر تضررا، وكان فيها انتشار واسع للخيام من خيام المنكوبين. أول مشهد الآن أمس رأيته هو غياب شبه كلي لهذه الخيام وتعويضها بأشغال إعادة الإعمار وإعادة البناء مجموعة من الدور التي إما انهارت كلية أو جزئيا. هذه العملية تتم وفق تصاميم نموذجية أو خاصة بحسب الأرضية المتواجد عليها المنزل، وكذلك تتبع كبير من قبل اللجان من المهندسين المعماريين والطبوغرافيين لهذا العمل، وذلك حتى ينسجم وفق هذا البناء وفق التصاميم المعمارية المعمول بها. كذلك فوق هذه اللجنة، لجنة المعمار المهندسين، هناك لجنة أخرى مكونة من قطاعات عدة كذلك تقوم بالزيارات لهذه المباني في طور البناء، وتقوم بمراقبتها هل هي تستجيب للمعايير المقاومة للزلازل. هناك ورش كبير هنا بجماعة أوريكا، أزيد من 700 ورش تقريبا مفتوح. هناك بعض الأوراش أو بعض البنايات التي تم استكمال بنائها، وهناك في طور البناء، وهناك من بدأ في حفر الأساس. المهم على أن هناك ورش كبير، وتحولت حتى أن منطقة أوريكا أن معالمها تغيرت، البنايات الطينية أصبحت الآن بنايات بمواصفات مقاومة للزلازل. قمنا بالحديث مع مجموعة من الساكنة ووقفنا على حجم التحديات والصعوبات. لا يمكن القول على أن كل شيء جميل، هناك بعض التحديات من بينها ارتفاع الكبير للأثمنة النقل، وكذلك أثمنة المواد البناء، وكذلك بعض المناطق التي يصعب معها يعني وصول النقل، يتم استعمال الدواب مما يرفع من نسبة المصاريف إلى غير ذلك. وهناك بعض الأسر التي اختارت العمل لوحدها وبناء هذا البيت لوحدها، وهناك عائلات ودواوير تقوم بعمل تشاركي، يقومون بتجهيز أو بناء مبنى ثم ينتقلون إلى آخر. المهم على أن هذه المنطقة جمعت أوريكا ورش كبير، وهناك يعني أمل للعودة إلى الحياة الطبيعية بعد القصص التي يمكن سماعها تدمي القلب. لكن بهذه المجهودات الحكومية وبهذا الدعم الحكومي وبهذا هذا التنزيل للتعليمات الملكية في هذه لساكنة هذه المنطقة، بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها. سنوفيكم بالكثير من التفاصيل ومن قصص هؤلاء الساكنة من منطقة أوريكا في القادم من التقارير.